اهلا بيكم مرة تانية وجايين لكم باخبار قوية النهاردة، وهنقول لكم مين خصم بروك ليسنر اللي جاي. لو يهمك الموضوع كمل للاخر علشان تعرف كل حاجة. طبعا بقى لو لاحظتوا في الجمهور في عرض سمر سلام كان في مقاعد فاضية كتير، هل بقى كان في ناس مش مهتمة بالعرض ولا دي حاجة الاتحاد كان قصدها؟ الاتحاد كان عامل حسابه ان المقاعد دي مش هتتباع مطلقا. طب ليه بقى؟ لانه هما هيحطوا صور لمهرجان عرض سمر سلام، وكمان هيحطوا صور الاتحاد وصور تانية كتير. فطبعا لو لاحظتوا المقاعد الفاضية دي حركة علشان الاتحاد يحسن منظر ملعب نيسان اللي تلعب عليه عرض سمر سلام. طبعا بقى بعد المواجهة القوية بين بروك ليسنر ورومان رينز في عرض سمر سلام، يعني بصراحة عرض سمر سلام عموما كان كويس جدا، وده طبعا بعد عودة تريبل اتش شفنا حاجات ما شفناهاش من كذا سنة. المهم بقى ان بعد ما رومان رينز خلص مواجهته قدام بروك ليسنر، طلع وعلق على حسابه على انستجرام في فيديو كده وقال Last Man Standing، يعني هو بيحيي الجمهور. طبعا المواجهة دي علت من شأن رومان رينز جدا، لان ده الانتصار التاني على التوالي لرومان رينز على بروك ليسنر، ويعتبر الانتصار التالت على بروك ليسنر بعد كراون جول وراسل مانيا 38. اهم حاجة ان عداوة بروك ليسنر مع رومان رينز خلصت خلاص علشان ما يفضلش بروك ليسنر يخسر. بعد بقى ما انتهت مواجهة بروك ليسنر ورومان رينز وخلاص رومان رينز احتفل امام الجماهير وساب الحلبة ومشي، رجع بروك ليسنر مرة تانية علشان يقوم بالترفيه مع الجماهير. فضل بقى يهزر معاهم، وطبعا كانوا بيسقفوله وبيحيوه، لان طبعا دلوقتي مصير بروك ليسنر في الدبليو دبليو اي بقى مجهول، لان محدش عارف العقد بتاعه ايه هي نصوصه، خصوصا بعد رحيل فينس مكمان من الاتحاد. وطبعا بروك ليسنر كان على علاقة قوية جدا ما بينه وما بين فينس مكمان، هل ده هيأثر على بروك ليسنر وهيخليه يسيب الاتحاد خالص، ولا بروك ليسنر هيعود مرة تانية وهيدخل في عداوات جديدة؟ طبعا احنا قلنا لكم ان مصير بروك ليسنر بقى مجهول دلوقتي داخل الاتحاد. طب لو بروك ليسنر عاد مرة تانية، مين الخصم اللي هيقابله بروك ليسنر؟ الخصم ده هو بوبي لاشلي. طلع بوبي لاشلي في مقابلة حديثة وسألوه عن مين الخصم اللي انت عايز تواجهه بعد كده. قال بقى بوبي لاشلي ان انا واجهت بروك ليسنر في عرض رويال رامبل 2022، وطبعا فزت عليه باللقب واخدت منه اللقب، لكن احنا ما قدمناش كل حاجة، خصوصا ان احنا بقالنا 20 سنة في نفس الاتحاد، فانا عايز اواجه بروك ليسنر مرة تانية. طبعا الفكرة ما فيهاش مشكلة خالص، مش هيكون فيها اي معارضة ان بروك ليسنر يواجه بوبي لاشلي مرة تانية، خصوصا ان هو لسه غالب حد ضعيف زي اوستن ثيوري، وما فيش اي عداوات قوية لبوبي لاشلي حاليا. طبعا شفتوا هزيمة اوستن ثيوري بكل سهولة لما عمل فيه الهارت لوك، فهو عايز خصم قوي يليق بجسمه ويقدر يلعب قدامه مواجهة على اللقب زي بروك ليسنر. طبعا بروك ليسنر هيكون حد مناسب دلوقتي البوبي لاشلي، وطبعا الاتنين نجوم كبار وعدواتهم كنا نتمنى ان هي تستمر، ولكن ان شاء الله نشوفها في الفترة اللي جاية. وبكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. تحياتي لكم من قناه اهم اخبار الـ WWE.